أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بالتأكيد منفتح على اللقاء بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن ذلك أمر مبكر جداً. وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة ABC يوم الأحد رداً على سؤال حول ما إذا كان فكر سابقاً في الجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة مع الدكتاتوريين ومن بينهم الزعيم الكوري الشمالي، قال إنه سيلتقي أي شخص يريد وأنه لا يعتقد أن ذلك يمثل القوة أو الضعف، معتبراً أن الجلوس حول طاولة الحوار مع أشخاص آخرين ليس أمراً سيئاً.